نتوجه إلى شلالات لوبي في الكاميرون. هذه الشلالات النادرة تصب مياهها في المحيط الأطلسي ولها رونق خاص، وقد أضيفت مؤخرا إلى لائحة التراث العالمي. هكذا تبدو من السماء، إنها شلالات لوبي في الكاميرون، تدعو الناظر إليها إلى الاقتراب أكثر. هنا الطبيعة وحدها تحكي، مساحات خضراء لا تنتهي، ومياه نهر لا ينضب بجوار البحر بجوار المحيط الأطلسي. قد لا تبدو شلالات لوبي ضخمة ومرتفعة كغيرها من شلالات العالم، إذ لا يزيد ارتفاعها على 20 متراً، لكن لهذا المكان خصائص طبيعية استثنائية. من خصائص هذه الشلالات أنها تصب مباشرة في المحيط الأطلسي، وهو أمر نادر جدا في العالم، وأحيانا تتشكل بعض الغيوم فوق الشلالات، وهو ناتج عن تتابع سقوطها لأكثر من كيلومتر في مشهد فريد أيضا. إنه لمعلم طبيعي استثنائي، إضافة إلى الطبيعة الخضراء الخلابة التي تحيط الشلالات والنهر من الجانبين.